الله حيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اني توني قايم هذول الدجاج نايمين، لازم اقوم. لا اله الا الله. يلا يا ولد، يلا 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 يا ولد، يلا يلا يا ولد، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شو ناصر، ناصر شو النوم ذي؟ ناصر خير ان شاء الله. ناصر حبيبي شاري، ابشر. اشتا نايمين قبلي بعد، انا نايم بعد وانتم جايين. يلا حيكم، شو اخباركم؟ مساكم طيبين. الساعه 7 ما ورا نومه خلاص. دجاج ذول مغريين امون والله العظيم. كيف اقومهم؟ ما ادري. طاري البث امس ما قدرت ابث اصلا لاني كنت مواصل وكذا، فهمتوا؟ فان شاء الله اليوم باذن الله كنا بس الساعة 1 ولا الساعة 2 كذا، حول فترة زي كذا ان شاء الله باذن الله. الله يا رب ما حد يشوفني طالب شروف نيله. شوف في كاميرا ثوبي ماخذينه يا اخي من امس ولا رجعوا، قالوا بنكويه نص ساعة وليمكم ما رجع، اختفى. وشو بيبيعون هذولا؟ تنزل بس بشرف نيله. الله اكبر عليك يا مشاري. كاميرا اوه لا خلاص، هون هون لو ما يجيبون الا ان شاء الله بكره ما عندي مشكله. كاميرات الوضع ها. ناصر، ناصر هلا حبيبي. بكترب ذا العطر بس، عطنا واحده بس. ايش رايك؟ والله حلو، حتى مناسب بعد، خفيف. ايه زينت انه خفيف. خل من في جرب. ها ملفي، كيف ملفي خلصه؟ ها شو خلاص ملفي هاته. هاي شمرك سريع فضحنا. اسم العطر شاينينج، زينته انه مناسب للجنسين، يحتوي على فانيليا ومسك وصندل، وافضل شيء فيه انه خفيف وثبات تقريبا من 6 ساعات الى 12 ساعه. وفوق هذا في كود خصم M12 يخصم لك بكودي من هذا الرابط، تدخل الرابط هذا تكتب M12 يجيك كود الخصم. فوق هذا شحن مجاني في ضمان ذهبي، الضمان الذهبي هو اللي يعني اذا اشتريت العطر يمديك تراجع اذا ما عجبك، هذا افضل شيء. وطبعا انا نادر اني انا اعلن العطور، حتى يمكن ولا مره اعلنت العطر تقريبا، لكن هذا العطر مره عجبني. اول شيء لانه خفيف ومناسب للجنسين، مناسب للجنسين لانه ودي اخليكم كلكم تستفيدون، ما ابي مثلا اخلي بس البنات ولا بس العيال. فاللي اكثر شيء جذبني انه مناسب للجنسين، فعشان تجربونه وتعطوني رايكم. حتى يعني لو العطر ما عجبك يمديك ترجعه من الضمان الذهبي، فهذا افضل شيء. جربونه وتعطوني رايكم. حتى يعني لو العطر ما عجبك يمديك ترجعه من الضمان الذهبي. خيرك يا محمد، والله ما قصرت يا فجر بنت الله. قبل ما اجيبكم الله يبشرك. ها ناصر، هلا والله، وراك بديت من الحلقه. ها تعطوني يا عمي. بالعافيه بالعافيه يا قلبي. والله من نص ساعة إلى ساعة كذا إن شاء الله أفتح بث تيك توك موجودين إن شاء الله تستمتعون. عاد غير نوصل الفندق والله تعب ورهاق. اسم العطر شاينينج، زينته انه مناسب للجنسين، يحتوي على فانيليا ومسك وصندل، وافضل شيء فيه انه خفيف وثبات تقريبا من 6 ساعات الى 12 ساعه. وفوق هذا في كود خصم M12 يخصم لك بكودي من هذا الرابط، تدخل الرابط هذا تكتب M12 يجيك كود الخصم. فوق هذا شحن مجاني في ضمان ذهبي، الضمان الذهبي هو اللي يعني اذا اشتريت العطر يمديك تراجع اذا ما عجبك، هذا افضل شيء. تقريبا ينفع للدوامات، مناسب للجنسين، في ضمان ذهبي، في كود خصم، وبرضه فوق هذا في شحن مجاني. فانا اشوف ان حرفيا كل شيء متوفر. اي والله مناسب للجنسين و 12 ساعه ثبات، هذا شيء مره كويس. وزينت انه خفيف، هذا افضل شيء فيه. ناشق اشغلت انا
يا اخي ايش تسوي المكيف بارد يا ناصر؟ مزكم روح انثر. تعرف ايش معنى انثر ولا ما تعرف؟ صدق ان شاء الله انثر يعني كذا شيء مو ها جاك لي جيتك جيتك يا رجع. ولع هلا دقيقة مشاري ليش يا ولد شوفوا بعلمكم شيء على مشاري. مشاري ما ضرب لك طرف الحال ما ضرب لك الحق انت ها تعال حبيبي طالب الحاله ما طلب لنا جاني يدف دفع حساب الرجال يوم الصباح كم اخذ. السلام عليكم وسعد الله مساكم بكل خير. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. على ذا الجلسه معطيها وضعيه نايف حمدان. حسيت اني بقول قصه كذا فجاه. تعال ملفي تعال اطلع خلنا نسولف مع السنابيين شوي. الله العظيم اني مقصر في حقكم والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. هلا والله. المنبر يا ابو امين يا رب الله يقبلها الله يقبلها. نسيت قصه ظافري اظافر رجلي وانت بكلام. المهم بعلمكم بحاجه موضوع المسابقه اني انا امس ما سحبت على المسابقه فاليوم ان شاء الله بيكون في سحب الاثنين يعني بدأ لا يصير شخص شخص كل يوم نفس اتفاقنا بيكون اليوم عشان انا اخرت اليامس يعني ما سويتها اجلتها بتكون اليوم في سحبين يعني شخص عندك وشخص عندك فان شاء الله يفوز بها اللي محتاجها باذن الله. الله يوفقهم ويسر امورهم ان شاء الله. انت ساعه ايش تسوي؟ افتح ما نظفت الغرفه للحين. انا حطيت هنا الفينه تنظر الغرفه يا ابوي. ايش اللي نظف الغرفه؟ نظف الغرفه صراحه. وشو؟ نظف الغرفه هذا عيشتك هي تطلع برا. انظف الغرفه؟ نظف عيشتك هنا يا ولد. ليش انت عيشتك؟ يا ولد هنيه يا ولد ايش تبغى اصلا؟ طلع عيشتك هنيه طلع عيشتك طلعها طلعها الخلف. وش اللي طلعها؟ عيشتك انت يا ولد اخرب بس طلعت. ايش تبي؟ انت تروح تصور يعني والله ما خلى منك يا محمد والله لا يهينك ذيبان لعل يطول بعمرك والله ان شوفتك انها تسوى عن كل شيء. ابد والله مو بواجبكم الله يجيب يعني والله ما خلى منك لكن يقولون عليك قصور. شوفتك شكرا لك يا حبيبي شكرا. وهذا مودي يا مرحبا ماشي الشهر كله خير. مودي شال الصحن ولا جناوه البحر مصالح للناس والناس وش؟ بلا جناوة بلا جناوة يا حبيبي الله يسعدك. المازدا الحمد لله حبيبي كيف تصير معك؟ انت صديقك شو تصور؟ من هي تقييمك المشاري؟ ها؟ عايشة تحت الصفر يا ابوي. ما حد طلب منك انك تغير. يا ولد مو قوة ترى مني. ويمشاري السلام عليكم يا حقين السناب شخباركم عساكم طيبين. هذا هو من روضة يبثون مشاري. المهم انا بثي ان شاء الله بيكون بعد الفجر. روق متكي شوي ثم بعدها ان شاء الله بعد الفجر ببث انا. فمن زمان ما دلعتكم ان شاء الله انا بيكون بث اسطوري باذن الله.